دكتور محمود اسماعيل محمدين، دكتور بالمعهد القومي لعلوم البحر تخصص جيوفيزياء، ماجستير ودكتوراه جراوند ووتر اكسبلوريشن في مناطق الواحات الجنوب الواحات الخارجه. والله بشكل عام هو مشكلة المياه الجوفية في مصر هي مشكلة كبيرة جدا، ان اعتمادنا الكلي او الرئيسي على حكاية على مياه نهر النيل، دي مياه باستهلاكنا ومع زيادة عدد السكان وطريقة استخدامنا للمياه دي مياه بتتناقص سنويا. طب احنا دلوقتي لازم نلجأ للمياه الرئيسية اللي هي المياه الجوفية اللي موجودة في مصر. طريقة استخدام المياه الجوفية ان انا عشان استخدمها بحفر ابار بكميات بغزارة وانتاج كبير، يجب علي ان انا استخدمها بتقنية عالية وبحسابات. طب انا دلوقتي وصلت ان انا عملية الصرف بتاع هذه المياه وصل لبرك، حجم هذه البرك كبير، فمن خلال وجهة نظري انا ان هذه المياه ممكن بتزيد في الشتاء وبتقل في الصيف حسب نسبة البخر. طب انا ممكن اعالج الموضوع ده بان انا استخدم كمية المية، الجزء من كمية المية الموجودة في هذه البرك في ان انا استصلح اراضي زراعية باراضي صحراوية اقلبها الى اراضي زراعية موجودة بجوار هذه البرك. طب انا عشان احددها لابد من انها تكون اراضي تحتها طبقة غير منفذة عشان ما تأثرش على خزان المياه الجوفية الرئيسي الموجود في جمهورية مصر العربية المعروف بالخزان الحجر النوبي ساندستون او الحجر الرملي النوبي. طب هنا انا مطلوب مني ان انا اعمل مسح جيوفيزيقي للمناطق المجاوره كمناطق صحراويه عشان اقدر استفاد بكميه الميه ديت اللي انا هستغلها واعرف نوعيه التربه ونوعيه الميه المناسبه ليها وما اثرش على خزان الميه، ومن هنا بستغل كميه الميه بعمل لها ريسايكلينج مره اخرى.